الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي وجود نقص كبير لدى شركة ناقلات النفط العراقية، مبينا أن مدير الشركة شدد على حاجتهم إلى 60 ناقلة. وبين اللامي أن مدير الشركة يشكو من قلة الناقلات الموجودة بهذه الشركة، وطلب الدعم من وزارة النفط ولجنة النفط النيابية لأخذ بعض الموافقات والتخصيص المالي اللازم لشراء الناقلات النفطية. أعلن مدير عام ومفتش جمارك كرمانشاه في إيران علي أصغر عباس زادة أن محافظات وسط وجنوب العراق تعتمد بنسبة 58% على السلع والبضائع القادمة من إيران عبر المنافذ الحدودية في المحافظة. وقال عباس زادة إن الأشهر الأربع الأولى من هذا العام شهدت تصدير 1,162,226,000 دولار من بضائع بوزن 2,233,000 طن إلى العراق عبر حدود محافظة كرمانشاه، في زيادة مقدارها 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أعلنت البرازيل تصدير الدجاج إلى العراق بأكثر من 230 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي 2024. ووفقا للبيانات التي نشرتها الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، فإن توقعات قطاع الدجاج البرازيلي تشير إلى إنهاء هذا العام مع تحقيق 5,250,000 طن من الصادرات بزيادة قد تصل إلى 2.2% مقارنة مع 5,130,000 طن التي تم تصديرها العام الماضي. يبدأ الأردن اعتباراً من تشرين الثاني المقبل تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية في وقت محدد مساءً، وذلك في إطار الإجراءات التي تستهدف تنظيم الحركة التجارية وتحقيق وفرات في فاتورة الطاقة وتخفيض الكلف التشغيلية على مختلف القطاعات التجارية. وترى غرفة تجارة الأردن أن هذا الإجراء الذي تمت دراسته خلال السنوات الماضية في غاية الأهمية لتنظيم القطاع وتخفيض الكلف التشغيلية بالحد الممكن في الوقت الذي ارتفعت فيه متطلبات التشغيل. كشف المنتدى الاقتصادي العالمي أن قلقاً كبيراً يساور صانعي سياسة البنوك المركزية والصناديق السيادية نتيجة المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط. ويشير تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 إلى نظرة متشائمة، حيث يتوقع أكثر من 60% من المستطلعين أوقات عاصفة ومضطربة خلال الأعوام العشر القادمة، علما أن التقرير استند إلى دراسة جديدة أجرتها شركة إدارة الأصول إنفيسكو، وهي تعكس الاتجاهات الموضحة في دراسة الأصول السيادية العالمية لعام 2024. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. جزيل اللقاء.